السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين في الصحة والعافية، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى قناتنا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنساوش كذلك دعمونا بزر اعجاب باش نواصلوا قدما ان شاء الله. باش ما نطولش عليكم نبقاو الان مع اهم عناوين هذا النهار. زياش الافضل امام فيتيس، تابعه لمصايب فريق شالكا يعاقب امين حارث بسبب غيابه. المنتخب المغربي سيواجه المنتخب المصري وديا قبل الكان. حكيم زياش الشغل الشاغل لانتر ميلانو. شيفيلد يريد التمديد مع الزهر ونيوكاسل يرغب في استعادته. لاعب المنتخب المغربي والمغرب التطواني يتوصل باستدعاء للتجنيد الاجباري. منحت صحيفة أدون الهولندية آلة تنقيط للدولي المغربي حكيم زياش خلال المباراة التي جمعت أياكس أمستردام بغريمه نادي فيتيس أرنهايم برسم الدورة 32 من منافسات البطولة الهولندية الممتازة. وحصل زياش على تنقيط 7.5 وهو أعلى تنقيط في المباراة، فيما حصل كل من ماتياس ديليخت ونيكولاس ودوشان تاديتش على تنقيط 7.0. وانتهت المباراة لصالح أياكس بنتيجة 4-2، واستطاع زياش أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 41. قرر نادي شالكا الألماني معاقبة الدولي المغربي أمين حارث بسبب غيابه عن دروس تعلم اللغة الألمانية والتي يفرضها النادي على اللاعبين الأجانب الذين لا يتقنون اللغة الألمانية. وكشفت صحيفة بليد الألمانية في عددها الصادر أمس أن مدرب فريق شالكا الهولندي ستيفن هوبس سيعاقب أمين حارث بسبب عدم انضباطه. ووفق الصحيفة الألمانية فإن العقوبة تكون مخففة بسبب تبرير أمين حارث عدم حضوره بضياع مفاتيح سيارتها، بالرغم من تشديد الإدارة على كون هذا العذر غير مقبول. وأشادت بليد في تقريرها بتحسن الكبير للأسد المبدع حارث، مشيرة إلى أن صانع ألعاب شالكا تحسن كثيرا بعد تجنب عالم الليل والكازينوهات. حسب الصحف المصرية، تلقى الاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة خطابا من جانب الاتحاد المغربي لإقامة مباراة ودية على ملعب السلامة قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019. ويسعى المنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هيرفي رونار لخوض مواجهات قوية قبل البطولة والمرشح لحصد لقبها على الأراضي المصرية. وتستضيف مصر نهائية كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالفترة ما بين 19 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة. ووقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ساحل العاج وجنوب افريقيا وناميبيا، وتقام مباراتها على ملعب السلامة بالقاهرة. قال موقع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ان نادي انتر ميلانو الايطالي يعمل في الخفاء من اجل عقد صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأكد الموقع أن من بين الصفقات التي يطبخها النادي الإيطالي صفقة الدولي المغربي حكيم زياش والمرتبط مع أياكس بعقد إلى غاية سنة 2021. وأشارت مجلة فرانس فوتبول إلى أن أنتر ميلانو أيضا مهتم بالدولي الإيفواري لاعب ليل الفرنسي نيكولاس بيبي، لكنه يفضل عليه حكيم زياش بسبب ما أبداه هذا الأخير من ارتفاع كبير في مستوى أدائه خلال مسابقة عصبة الأبطال الأوروبية لهذا العام. وقال ذات الموقع إن انتر ميلانو مصر جدا الإصرار على التعاقد مع زياش، لكن ليس من السهل إقناع الدولي المغربي بعد التصريح الذي صرح به قبل بضعة أيام عندما قال: من يدري، قد أستمر مع أياكس لموسم آخر، أنا شخص صعب الميراث، الأمر ليس سهلا لأنه يتعلق بالفريق الذي سأنضم إليه كبديل لأياكس. يسعى نادي شيفيلد من أندية البطولة الإنجليزية الأولى للإبقاء على أشرف الأزعر ضمن صفوفه، إما بتمديد فترة الإعارة أو بشراء عقده من نادي نيوكاسل الإنجليزي الذي يمتلك عقد اللاعب.
هذا الخبر جاء على لسان أشرف لزعر الذي أكد في حوار مع موقع توتو ميركاتو الإيطالية أنه يتوق إلى العودة إلى البطولة الإيطالية التي لعب فيها ضمن نادي باليرمو. وأكد لزعر في حوار أن نادي شيفيلد منحه تجربة كبيرة وأثنى على الكرة الإنجليزية التي تتم مقارنتها مع نادي الإيطالية بالكثير من الصرامة والحزم والانضباط. وقال لزعر أيضا إن تجربته الإنجليزية منحته الكثير من النضج، وأكد أنه سعيد بهذه التجربة وسعيد أيضا بتشبث مدربه والذي يقدر عمله وموهبته جدا. وعن عودته إلى اللعب في الدوري الإيطالي استبعد لزعر ذلك وقال إن نادي جنوا فاوضه في الصيف الماضي لكن الأمور لم تنتهي على ما يرام، مشيرا إلى أن نادي نيوكاستل الذي ما زال يرتبط به لمدة عامين يرغب في استعادته خلال الموسم القادم. توصل لاعب المغرب التطواني أيوب المدون باستدعاء الخدمة العسكرية نظرا لاستوفائه على الشروط المطلوبة. وحسب مصادر مطلعة فقد توصل اللاعب الشاب باستدعاء الخدمة العسكرية في منزله في مدينة مارتين. ويبلغ المدافع الشاب 21 سنة ولا يزال في عقده مع الفريق التطواني سنتين، ومن المرتقب أن تتخذ إدارة أتلتيكو الإجراءات اللازمة لإعفاء المدافع الواعد من الخدمة العسكرية. خوتي خواتاتي، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش اخبار فراسكم. تلاو.